شوبير يهاجم الخطيب ومجلس إدارة الأهلي بسبب التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد في عالم كرة القدم. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. فتح الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق النار على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب عقب إعلان اسم السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد. وأكد أحمد شوبير في تصريحاته عبر برنامج وي مع شوبير عبر أثير أون سبورت اف ام أن مجلس إدارة الأهلي بات يتأثر كثيرا بتعليقات الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، مشددا على أن المجلس كان عليه أن يلتزم الصمت عن كل ما يتردد خلال فترة اختيار اسم مدرب الأهلي الجديد. وقال أحمد شوبير إن إقالة مارتن لاسارتي المدير الفني السابق جاءت بسبب السوشيال ميديا، على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الممتاز قبل الهزيمة أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر. وأضاف أحمد شوبير أن الأهلي أصبح من أكثر الأندية التي تتعاقد مع مدربين جدد خلال مجلس إدارة الخطيب وقبله محمود طاهر، لافتا إلى أنه أمر جديد على المارد الأحمر، خاصة عقب فترة الاستقرار الطويلة التي شهدها خلال فترة رئاسة حسن حمدي. ونوه أحمد شوبير بأن مدرب الأهلي الجديد يملك سيرة ذاتية ليست على المستوى المطلوب، ولكنه وارد أن يقدم أداء رائعا مع الأهلي. في النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.